السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على التمام الأكملان على خير فتله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وهذا عود على بدء في سيرة العثرة والأيام النضرة لأبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانتهينا من غزوة ذات الرقاع، وها هو قد أقبل شهر ذي القعدة، والصحابة متشوقون من العام السادس للعمرة التي منعوها في الحديبية، ثم وقع النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع كفار قريش على أن يقدم في نفس الموعد من العام القابل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا يخرج معنا لهذه العمرة إلا من خرج معنا في الحديبية. فخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 2000 من الصحابة خلا النساء. إذن الآن العدد من الصحابة الذين اعتمروا في هذه العمرة عددهم 2000 خلا النساء. وتجهز النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكامل لأمته وعتاده، لأنه كان يخشى غدر قريش، فلبس عليه الصلاة والسلام مغفره، ولبس عليه الصلاة والسلام لأمته، وتدرع بدروعه، وكذلك الصحابة ومعه سيفه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم لما قدم إلى ذي الحليفة أحرم من هناك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسار في الطريق ولزموا التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلزمون التلبية. ومنهم من كان مسبحا ومكبرا، ولم ينكر أحد على أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم لما وصلوا إلى منطقة اسمها يأجج بالياء المثنى والألف والجيم ثم تتبعها الجيم المعجمة الموحدة، تخفف النبي من السلاح كله إلا السيف عليه الصلاة والسلام، ولم يرد قتالا ولا في نية القتال أصلا عليه الصلاة والسلام، إنما كان يخشى أن تغدر قريش. ولذلك عمر يقول في الكلمة المشهورة: لست خبا ولا خب يخدعني. ولذلك المرء لابد أن يكون دائما على حرص من عدوه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من نافلة القول لما قدم عمر إلى الجابية، الجابية اللي هي الجولان، فاتحا لبيت المقدس ولعموم بلاد الشام، فإذا دهاقنة النصارى موجودون، وعمر يلقي خطبته فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له. والمترجم يترجم، وكان هذا الدهقان يقول: إن الله لا يضل أحدا. قال للمترجم عمر، كان لبيبا، قال: ماذا يقول هذا؟ قال: يقول إن الله لا يضل أحدا. قال: كذبت يا عدو الله، إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا الأثر رواه الفريابي في كتاب القدر، ثم قال: وإن الله أضلك ويدخلك النار. حتى تعلم اليهود والنصارى لا يريدون بأمة الإسلام خيرا أبدا. الشاهد: النبي عليه الصلاة والسلام قدم، فسمى أهل العلم هذه العمرة بأربعة أسماء: سموها بعمرة القضاء، وسموها بعمرة القضية، وسموها بعمرة القصاص، وسموها بعمرة الصلح. إذن هذه أربعة أسماء. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: ولماذا سميت بعمرة القضاء؟ فيه وجهان. الوجه الأول أنها كانت قضاء عن العمرة التي لم يعتمروها، اللي كانت فين؟ في الحديبية في ذي القعدة سنة 6. قالوا: والقول الثاني
أن هذه العمرة إنما كانت للتقاضي والمقاضاة والمعاهدة التي كتبت، لأن من ضمن البنود في المعاهدة أنه لا تعتمر هذه السنة وترجعون في العمرة إيش؟ في السنة القابلة. قال: وهذا القول الثاني هو الذي يترجح، اختاره ابن القيم في الزاد وابن حجر في فتح الباري. عمرة القصاص لأنها كانت قصاصا، عمرة الصلح لأنها كانت قد تصولح عليها في هذه المعاهدة. النبي الآن قدم، أفرغوا له الحرم وأخذوا على الآطام الجبال اللي كانت محيطة بيش بالكعبة، وجاء في البخاري ومسلم قال: لقد أتاكم أهل المدينة قوم قد استوحشتهم الحمى، يعني أوخمتهم حمى المدينة، حمى يثرب. فالنبي قال لهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يرملوا، ثم الطبع صلى الله عليه وسلم وطبع الصحابة، والاطباع هو إظهار الكتف الأيمن وجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، وهذا من سنن ماذا؟ من سنن الطواف. ثم رمل. قال ابن القيم في الزاد: والمشي عشرة أنواع. المشي عشرة أنواع. النوع الأول وهو مشي الهوينا ومشي الهون، قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. النوع الثاني هو مشي الذل، ولذلك أم سلمة وجدت أناسا يمشون متذللين، قالت: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء العباد. قال: لقد كان عمر من أعبد عباد الله في أرض الله، وإذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. النوع الثالث مشية الاضطراب، وهذه تكون عند بعض الناس اللي هو تجده مثلا مريض عفان الله وإياكم، عنده مشكلة في الأعصاب في النيرفس سيستم، عنده إلى مشية أو يكون إنسان عنده قلق نفسي يمشي مشية إيش؟ الاضطراب. المشية الرابعة هي مشية الخوزلة، وهذه مشية التغنج عافنا الله وإياكم، تسمى الخوزلة بالخاء والواو وزي أخت الراء واللام والياء المقصورة. المشية الخامسة مشية الرمل، وهي المقاربة بين إيش؟ بين الخطى. المشية السادسة مشية الخبب، قال فلان يمشي يخب تارة ويقع تارة أخرى، هذه مشية إيش؟ مشية الخبب. المشية السابعة مشية القهقرة، وهي المشية إلى إيش؟ إلى الخلف. المشية الثامنة هي مشية السعي، وهذا الذي يكون كما بين الصفا والإيش؟ بين الصفا والمروة. المشية التاسعة هي مشية الصبب، كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحط في صب. المشية العاشرة هي مشية التقلع، نفس اللي هي حركة العسكر تعرفونها لما يمشي يرفع قدما ويضع الأخرى بقوة، هذه عشرة أنواع ليش للمشي. هم مشوا مشية اسمها مشية الرمل، وهي المقاربة بين الخطى بدون هز الأكتاف. بعض الناس تجده يهز الكتفين ويقارب بين الخطى، لا علاقة الكتفين بمشية إيش؟ الرمل. والرمل سنة من سنن الطواف عند القدوم والعمرة فقط، لكن إذا عندك طواف مثل طواف السنة، طواف الاستحباب، انك انت جيت الحرم تبغى تطوف، قال عليه الصلاه والسلام: من طاف حول البيت اسبوعا يعني سبع مرات كمن اعتق رقبه، هذا تطوف فيه طوافا عاديا لا يحتاج ان تكون فيه ترمل، او ان تطوف طواف افاضه، او ان تطوف طواف الوداع، هذه لا فيها رمل. الرمل يكون في طواف العمره وفي طواف القدوم للحاج فقط لا غير، ايها الكرام الفضلاء، ويكون في الثلاثه الاشواط الاول فقط. ثم بعد ذلك قال: فإذا قدموا عند الركنين، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنهم يمشون ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال: لولا خوفي وإبقائي عليكم لجعلتكم ترمون في الإيش؟ في الأشواط كلها، في الأشواط كلها. فلما رأوا ذلك كفار قريش بمكة قالوا: إنهم ما بهم بأس، يعني الشماتة التي أرادوا أن يظهروها فإن الله عز وجل إيش؟ أخزاهم تبارك وتعالى. طاف النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصلى ركعتين خلف المقام، ثم التزم الحجر مرة أخرى، ثم سعى سبعة أشواط، ثم حلق بأبي أمي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وكان معه أكثر من 40 بدنة قلدها لتنحر بمكة.
عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الكرام الفضلاء من السنن الجميلة في العمرة أنه فيها ذبح لمن أراد. يعني بعض الناس يظن أن الذبح لا يكون إلا في حج لقارن أو لمن لمتمتع، لا، حتى في العمرة تستطيع جزاك الله خير أنك تحمل معك ما شاء الله من البدن بهيمة الأنعام وتذبحها، ولا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كتب معهم معاهدة، فجال واحد منهم حويطب ابن قيس ابن عبد العزة، قال له يا محمد 3 أيام غلقت، لابد أنك أنت إيش؟ أن تخرج 3 أيام انتهت، لابد أنك أنت تخرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فما بالكم لو بقيت بين ظهرانيكم معرسا وأولمت ودعوتكم لتأكلوا من الوليمة. قال وإيش رأيكم أقعد شوية كمان واتزوج فين؟ في مكة. قالوا لا حاجة لنا في طعامك. روح ابن إسحاق في السيرة قالوا لا نبغى منك أكل، فارقنا بس، اللهم صل على ابن القاسم عليه الصلاة والسلام، خلاص أمشي غيظا وحنقا. هم ما يبغون يجي يعتمر أصلا عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بميمونة بنت الحارث العامرية، ووكل العباس عمه في ذلك ليزوجه إياها، لأنها هي أخت مين؟ أخت أم الفضل. أم الفضل شوفوا يا إخواني، زوجة النبي وأم خالد بن الوليد وأم ابن عباس كلهن أخوات، يعني خالد بن الوليد وابن عباس إيش؟ ولاد إيش؟ أبناء خالد. وكان العباس تحته أم الفضل بنت الحارث العامرية، وهذه أختها ميمونة. طيب يا إخواني، مين يحفظ أسماء زوجات النبي 11 ويأخذ مني الجوال الجلكسي التائب هذا إن شاء الله اليوم؟ طلعته لله تائبا عز وجل، الله يتبعنا عليكم. طيب أعطيكم طريقة جميلة لحفظ أسماء فريق ليفربول، لأسماء زوجات النبي. ما لو قلنا ليفربول حيقول أوه يا الله محمد صلاح، ويدونا الأسماء 15 لاعب بالاحتياطي بعد. ولو تكلمنا على الميرينجي والبيرينجي حدث ولا حرج، صحيح؟ لكن أسماء زوجة النبي يعني هات الخراج. واحد طالب كلية المعلمين قال لزوجات النبي، واحد قال آمنة بنت وهب، قال لا اقعد هذه أمه الله يرضى عليك ما هي زوجة، سداون بليز سداون سداون، هذه أمه، ما تعرف الفرق بين أمه وبين زوجته. شوف يا أخي، تحبون الخص يا مشايخ وتحبون الجزر صح، وربنا يتم علينا وإياكم الصحة والعافية. احفظ هذه الجملة، خص مع جزر صحة إن شاء الله. هذه أسماء زوجات النبي: الخاء السين سودة، الميم ميمونة هذا اللي معانا اليوم، العين عائشة، الجيم جويرية، الزاي زينبان بنت جحش بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام وبنت خزيمة المخزومية. طيب خاصة مع الراء رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان اللي تزوجها في الحبشة. طيب خاصة مع جزر الصاد صفية بنت حي بن أخطب، الحاء حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها، الهاء أم سلمة هند بنت أبي أمية. خص مع جزر صحة. يقول شيخنا الشيخ العباد: وهذا من ألطف ما مر علي في جمع أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. عشان ما يطلع واحد يقول لك يعني خليت زوجات النبي خص وجزر، بقول لا فكنا من التنطع هذا الله يرضى عليك، فكنا من التنطع هذا، هذا إنما جعله العلماء ليجمع فيه العلم، فلا حرج في ذلك أبدا. وإلا قدر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في تلك الآيات الجميلة التي قرأت من سورة إيش؟ من سورة الأحزاب. خص مع جزر صحة، انتهينا كده من أسماء زوجة النبي. قال وأرسل أبا رافع، النبي خلاص معاهد يحترم العهود عليه الصلاة والسلام، وخرج وأرسل أبا رافع ليأتيه بها، فنزل وبنى بها بسرف، سرف اللي هي النوارية عارفينها هناك. النبي عليه الصلاة والسلام وسبحان الله في نفس المنطقة ماتت ميمونة ودفنت، سبحان الله العظيم، نفس مكان ما بني بها النبي وتزوج عليه الصلاة والسلام وأولم عليها، شاء الباري عز وجل أن تموت في نفسه في نفس المكان، سرف اللي هي فين؟ اللي هي في النوارية. وتزوجها النبي وبنى بها حلالا غير محرم. ابن عباس في كتاب النكاح عند البخاري يقول النبي
تزوجها وهو محرم وبنى بها وهي حلال. أبدا المحرم لا ينكح ولا ينكح له، لا يخطب ولا شيء أبدا كما في الصحيح. وأبو رافع اللي كان وكيل في الزواج أو جابها، وهي نفسها ميمونة صاحبة القصة، قال تزوجني وبنى بي حلال، أنا حلال وهو حلال عليه الصلاة والسلام، يعني ليس محرما. النبي هو طالع من مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت لمين؟ بنت حمزة بن عبد المطلب. حمزة، شوفوا يا أخوان، مع كل التاريخ لحمزة بن عبد المطلب لم يعقب إلا بنتا واحدة، سبحان الله، ما لها أحد. فقالت يا عماه يا عماه، تقصد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو وحمزة، هو عمه حمزة وأخوه من إيش؟ من الرضاعة، رضع سوية معا. فاختصم ثلاثة في برها، عمركم شفتها الجمال سبحان الله، كل واحد يبغاها يأخذها عنده، جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وزيد، كل واحد يأخذها عنده. فقال زيد خالتها تحتي، وقال علي هذا إيش عمي، وجعفر يقول هذا عمي، كلهم يختصمون ليأخذ البنت هذه. مو بعض الناس في قضية والله اثنين يختصمان لطرد أمهما من البيت. أي والله يا إخوان، أحد القضاة قالوا له إيش أبلغ ما مر بك في القضاء؟ قال اثنين إخوان جو عندي، كل واحد يبغى يطرد أمه من عنده. أي والله عافينا وياكم. ولكن من الصور الجميلة أيضا، جاء أخوان كل منهم يخاصم أخاه على بر أبيه. اي نعم، في كده وفي كده، الله يجعلناكم من البارين، الله ينجيناكم من الشر والضر وينجيناكم من العقوق. الشاهد ايها الكرام الاحباب الفضلاء، فقال النبي الخالة والدة، الخالة والدة، روحي مع زيد عليه الصلاة والسلام. ولم يحابي ابني عميه، لكن ماذا قال؟ تطيب الخواطر، قال لك جبر الخواطر ايش على الله. فقال يا علي انت مني وانا منك، ويا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، ويا زيد الخالة والدة ألحقها بها. شوف تطيب الخواطر للكلام الجميل هذا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيه الصعب بن جثامة ويجيب له أكل عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، يأكل منه ويجي له الثاني ويجيب له يرده، يقول إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أنت اصطدت من إيش؟ من أجلنا. للصعب بن جثامة رده عليه، ومن المغيرة أخذ منه من 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 أبو قتادة، لأن أبو قتادة لما اصطاد اصطاد لنفسه، ولما الصعب اصطاد اصطاد من أجل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والمحرم لا يأكل طعاما صيدا، لا يأكل صيدا صيدا من إيش؟ صيدا من صيدا من أجلهم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى المدينة. في تلك اللحظات كان أرطبون العرب عمرو بن العاص وسيف الله المسلول خالد بن الوليد الذي ما خسر غزوة لا في جاهلية ولا في إسلام التقيا جميعا. فقال له يا خالد لقد استقام المنسم، يعني الطريق والسبيل، ولا أراه إلا نبي، يلا روح نؤمن خلاص كفاية، إحنا لحد متى قاعدين إحنا؟ وأسلموا قبل فتح مكة سبحان الله، قبل سنة 8، إلى متى قال إحنا قاعدين نحارب في النبي عليه الصلاة والسلام؟ فركب إليه وذهب. فأول ما جاي بايع عمر كما عند مسلم وسلم، قال أريد أن أشترط. قال اشترط يا عمر، وش تريد؟ قال أن يغفر لي كل اللي كنت أسوي معك من قبل. قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، الله أكبر، وأن التوبة تجب ما قبلها. يقول عمر والله لقد كان أبغض الوجوه إلي وإنه لأحب الوجوه إلي عليه الصلاة والسلام، وما رفعت عيني فيه حياء منه، ولو أمرتني أن أصفه إليك ما أقدر أوصف، لأن عمري ما مليت عيني منه عليه الصلاة والسلام، حياء وخجلا منه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وبينما الأمور كذلك، وبعدما قضى النبي عليه الصلاة والسلام على الفتن الداخلية، إذا بفتن خارجية تطل بقرونها، فماذا كان من شأنها وماذا كان من أمرها؟ هذا ما يكون بإذن الله عز وجل في اللقاءات القادمات من السيرة العطرة لخير البريات عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا ما تيسر إيراده، وهي عدد عن الله على ذكره، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.